رجعنا مرة تانية وهنشوف معاكم دلوقتي آخر وأهم الأخبار اللي اتقالت على النادي الأهلي لكن عن طريق مواقع الإنترنت. الشروق الأهلي هدفنا كأس العالم للأندية. يلا كورة الأهلي لم نحسم خوض مواجهة الداخلية بدون الدوليين ولسنا مجبرين عليها. اليوم السابع يوسف يفرض حظر إعلامي على لاعب الأهلي. اليوم السابع أشاع على ضمة عاشور لتحديد مدة غيابه عن الأهلي. يورو سبورت عربية بشرة خير تقرب الأهلي من النهائي الأفريقي. فيتو إسلام محارب مباراة العودة أمامه فخ صيف لن تكون سهلة. الوطن سبورت أيمن أشرف يكشف سر إشارة لاعبي الأهلي بعد الهدف الثاني. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للاتحاد السكندري. بوابة الأخبار، رجال سلة الأهلي يواجه نيو ستار في تصفيات إفريقيا. الموقع الرسمي للأهلي، أبو النصر يغيب عن مباراة الأهلي أمام فريق نيو ستار. الشروق، جراحة بسيطة للاعب سلة الأهلي في تنزانيا.